بداية تفكيرنا جوا الكتب أسيرنا فكرنا مش هنفكر ونحفظ مهما سمعنا. أنا عقلي صاحي وانتو موتوه عمال يقول ويهاتي وإمتى هتسمعوه؟ عايز دروس فكرة مش حفظ خلاص وبس، هطلعلك بألف فكرة هبهرك وسط الناس. العيب في واحد ولا اثنين ولا في أكتر؟ العيب في عقولكم اللي مش عايز تفكر. منظومة فاشلة، تعليم عقول مش حاجة سهلة، عايزين حد يغير فينا، عايزين نقلة. هنقول ونعيد ونزيد ومش هنسكت، هقول وهعيد وهزيد وهفضل انقد. منظومة فاشلة، تعليم عقول مش حاجة سهلة، عايزين حد يغير فينا، عايزين نقلة. هنقول ونعيد ونزيد ومش هنسكت، هقول وهعيد وهزيد وهفضل انقد. تخلص دراسة حد يقول لي النتيجة، ما في الآخر يتسوى الفشل والدحيحة. القهوة معروف المكان الأساسي، تسألوا عن حاجة في العلم طب أكيد ناسي. شباب خريجة وكله قاعد عطل، إيه نهايته؟ نهايته مجرم قاتل. فكرة عوي الشباب اتعامل بغباء، بيشوف إيه منكو ما شافش غير استهزاء. لازم تشوف الفكرة، لازم تفكر فيها، مش ترمي ورا ظهرك. يمكن تكون كليرة، يمكن تغير بلد، تعمل خطوة لقدام، يمكن نكون بصدد تحقيق الأحلام. تحقيق حلم جديد هيغير مش أكيد، هيعمل خطوة لبكرة، يعمل خطوة تمهيد. أكيد مش بسهولة ومش من الخطوة الأولى، لازم تفكير تحليل تطوير تشغيل عقول. منظومة فاشلة، تعليم عقول مش حاجة سهلة، عايزين حد يغير فينا، عايزين نقلة. هنقول ونعيد ونزيد ومش هنسكت، هقول وهعيد وهزيد وهفضل انقد. منظومة فاشلة، تعليم عقول مش حاجة سهلة، عايزين حد يغير فينا، عايزين نقلة. هنقول ونعيد ونزيد ومش هنسكت، هقول وهعيد وهزيد وهفضل انقد. شكرا.